مراسم الجزيرة في غزة أن ناشطين من كتائب شهداء الأقصى استشهدا مساء اليوم بعد أن أطلقت طائرات استطلاع إسرائيلية صاروخا في فناء أحد المنازل بمخيم جباليا شمال قطاع غزة. وبحسب الإنصار المصرية فإن شهيديهما هي من كتائب شهداء الأقصى استشهدا مساء اليوم بعد أن أطلقت طائرات استطلاع إسرائيلية صاروخا في فناء أحد المنازل بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.